طبعا يا جماعة كلنا شفنا اللايف ده على الفيسبوك ومش عارفين هو اللايف ده طلع ترند ليه، او التلات شباب اللي في اللايف دول عملوا ايه. باختصار عشان ما اطولش عليكم، في شخص من اللي طالعين في اللايف دول عنده قناة على التيك توك بيعمل فيديوهات عادية. في واحدة دخلت كلمت الشخص ده وقالت له ان انا شاكة ان جوزي بيخوني، لانه بقاله اكتر من فترة متغير معايا ومبقاش مهتم وبيمسك الموبايل كتير، وفي رقم دايما بلاحظ ان هو بيكلمه بالليل. وبعد ما الموضوع زاد عن حده قررت انها تاخد الرقم وتديه لشخص يكلمه، وفعلا خدت الرقم واديته للشخص اللي هو طالع في اللايف، ورن على الرقم وقال لها هو انت مرات كذا كذا. طلع بالفعل متجوز واحدة تانية وطلع شكاها في محل. مش بس طلعوا متجوزين، ده هي كمان طلعت حامل منه. الموضوع كان صدمة فعلا للشباب واستغربوا هو ازاي عمل كده، وفضل فترة كبيرة قوي من غير ما مراته تعرف. ولكن كل الموضوع حاليا زي ما انتم شايفين على الفيسبوك، ودي كانت خلاصة الموضوع ودي كانت نهاية الموضوع. اتمنى متنساش الاشتراك في القناة وتنسى اللايك للفيديو ورأيك في الكومنتات تحت. سلام.